السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم المستشار الإعلامي وليد التلباني. عاوز أتكلم عن حاجة مستغرب إن ناس كتيرة ما سمعتش عنها، ألا وهي مضخات الأنسولين الخاصة بمرضى السكر من النوع الأول. مبدئيا بس عايز أوضح برضو للناس اللي مش عارفة إن مرضى السكر نوعين، في مرضى السكر النوع الأول اللي هم بيعتمدوا على الأنسولين، ودول خلايا البنكرياس عندهم ميتة تماما، وده اللي ما ينفعش نقول لهم صاحبوا مرض السكر يصاحبكم، الكلام ده غير صحيح بالمرة. وفي مرضى السكر النوع التاني اللي هم بيعتمدوا على الحبوب، ودولت حظهم أحسن شوية من مرضى النوع الأول، لأن هم عندهم الخلايا ضعيفة وبيتعاطوا الحبوب دي علشان تساعد من إفراز غدة البنكرياس للأنسولين في جسمه، ودول اللي ممكن من خلال الرياضة والتنظيم الأكل وكده يصاحبوا مرض السكر. لكن النوع الأول المعتمد على الأنسولين، يعني أنا بقالي 33 سنة عايش بالسكر، جالي وأنا عندي 11 سنة لما كنت طفل، ويعني بأكد الموضوع ده. طيب بالنسبة لموضوع مضخات الأنسولين، دلوقتي إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا غدة البنكرياس علشان تحس بملي جرام السكر في جسمنا، وبناء عليه البنكرياس بيفرز انسولين. لكن انا لما بروح لطبيب معالج ويديني جرعه في اليوم مثلا 30 يونت انسولين، افضل ماشي عليها كل يوم، ما هو ده غلط. انا مش كل يوم نسبه السكر في جسمي ثابته، في يوم انا مزاجي متعكر شويه فسكري عالي، في يوم نزلت وطلعت 20 سلمه 50 70 100 سلمه في عماره فعملت مجهود فحرقت فسكري هبط. كمية الجسم بتتغير، مفيش حد سكره ثابت كل يوم بنسبة واحدة. فموضوع ان انا ادي للمريض انسولين بالحقنة جرعات ثابتة كل يوم ده غلط، حتى لو كنا بنتكلم عن النوع السريع من الانسولين. الناس اللي عندها سكر فاهمة طبعا، والاطباء فاهمين انا بتكلم في ايه. لكن اللي عايز اتكلم فيه دلوقتي، من تقريبا سنتين انتشر في العالم حاجة اسمها البنكرياس الصناعي أو مضخات الأنسولين. مضخة الأنسولين دي يعني اختراع، يعني معجزة، كأنه بنكرياس راكب في جسم المريض بس من بره. إزاي؟ هي مضخة صغيرة جدا بتتعلق في الحزام أو في جيب البنطلون، وبيطلع منها أنبوبة رفيعة جدا بكابيلري، يعني تيوب بكابيلري كده رفيعين جدا، بيدخلوا في معدة المريض السكر وبيلزقوا باتش كده بحساس سنسور في الكتف في الرجل في المعدة في أي مكان، حاجة بسيطة خالص. السنسور ده بيقيس نسبة السكر في جسم المريض ثانية بثانية، وبناء عليه بيدي إشعارات بالبلوتوث، بيقراها الجهاز بتاع المضخة وبيضخ بالظبط على قد النسبة اللي الجسم محتاجها من الأنسولين لحرق السكر. ولو السكر نزل المضخة بتقف، وبيقال إن هيعملوا جيل تالت من المضخات. لو السكر هبط عند حد هيديله جلوكوز في جسمه، تمام؟ أنا مش بتكلم طبعا يعني وأنا طبيب، فلو في أي حاجة في مصطلحاتي خطأ، وإن ما كان هيكون مش خطأ يعني فادح، بس بتكلم في المصطلحات، فعذرا يعني للسادة الأطباء لو كنت بقول حاجة الترم غلط يعني. طيب المشكلة دلوقتي فين؟ المشكلة إني لما عملت بحث عن المضخات دي لقيت إن أفضل ثلاث أنواع بالترتيب كده في العالم مضخة اسمها تي سليم اكس 2، ومضخة اسمها أومني بود 5، ومضخة اسمها ميني ميد 780 جي. الوحيدة اللي ليها موزع معتمد في مصر هي الميني ميد 780 جي، موجودة في السراج مول في السنتر الطبي اللي هناك. طيب سعرها كام؟ 175,000 جنيه. تاني، 175,000 جنيه، زائد ان المريض اللي هيشتري المضخة دي ده ان عرف يشتريها هيدفع في الشهر حوالي 9,000 جنيه السبلايز بقى، اللي هي المستلزمات بتاعت ايه، تغيير
الحاجات بتاعت المضخة، الأنبوبة والكابيلري الشعيرة اللي بتدخل في المعدة والكارتليج بتاعت الأنسولين يعني. فاللي هو إيه ده، في إيه؟ أنا مش بلوم على فكرة الموزع المعتمد، عشان بس الناس ما تفهمنيش غلط، مش بلوم على الشركة اللي مقرها في السراج مول، أنا بلوم على الشركات المصنعة للمضخات دي، لأن هي أسعارها بره كده بتبتدي من 5000 دولار ل 9000 دولار ل 12000 دولار. طيب بره الناس في أمريكا وكندا والأماكن دي عندهم تأمين صحي، فما بيدفعوش التكلفة كاملة، لكن احنا هنا في مصر، انا يخصني مصر دلوقتي، الناس الغلابة اللي قاعدة على الرصيف، اللي قاعدة في كشاك، اللي قاعدة في كوخ، الناس اللي على قد حالهم هيجيبوا المضخة دي ازاي؟ انا الحمد لله بقول ان انا يعني مقتدر نوعا ما ماشي، بس بالنسبة لي رقم يقسم الظهر ومرهق قوي عليا ان انا ادفع 9000 جنيه شهريا علشان اعيش انسان طبيعي يعني. انا ربنا الحمد لله على كل حال حرمني من نعمة البنكرياس. طيب السادة العلماء ابتكروا المضخة دي بحيث انها تبقى بديلة للبنكرياس اللي انا فقدته، لكن يعني هو انا فقدت البنكرياس علشان اتعاقب واتعذب وادفع الرقم المهول دوت 175 الف جنيه زائد مدى الحياة 9000 جنيه شهريا، ده ان ما زادتش. فانا رجائي للسيد معالي وزير الصحة رجاء التدخل وبحث الامر مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير هذه المضخات. مفيش حاجة اسمها مضخات للأطفال بقى بعد إذن سيادتكم، اسمها مضخات أنسولين، لأني قريت خبر على موقع من فترة إن السيد الوزير قام بتوصية لجنة إيه إن هم يجيبوا مضخات الأنسولين الخاصة بالأطفال. لا، هو أنا النهاردة عندي 44 سنة ولسه خارج قريب، بعيد عن الجميع طبعا، من العناية المركزة بسبب ان السكر طالع نازل عندي، والسكر ملوش ظبطة، النوع الاول ملوش ظبطة، تمام؟ فرجاء من معالي الوزير، وزير الصحة، انه يسرع ب يعني استيراد المضخات دي وانها تكون مدعمة من الدولة. يعني انا ما عنديش مشكلة اني ادفع مثلا في المضخة دي 30000 جنيه، وإن كنت هرجع أقول طب الناس الغلابة يعملوا إيه، بس تعالوا نفصل الغلابة عن الناس المقتدرة. إحنا كناس مقتدرة يتعمل كده بحث عن حالة كل واحد، أنا ممكن أجيب المضخة دي ب 30000 جنيه آخري، لكن إني أجيبها ب 175 ألف وأدفع لها شهريا 9000 جنيه ده حرام كده. السبلايز دي يعني أنا برضو شهريا ممكن أدفع فيها 1000 جنيه مثلا، ده لوجيك. الغلابة بقى دول مجانا يعني، الدولة تتولى مسؤوليتهم طبعا، اللي هم مرضى السكر اللي ايه الغير مقتدرين. بس رجاء رجاء ان المضخات دي تتوفر، ورجاء لو في امكانية لمخاطبة يعني ان وزارة الصحة، ان الدولة تخاطب الشركات المصنعة في بلاد بره للمضخات دي، ان هم يرخصوا ثمنها حتى بره، لان يعني انا مش بشتري حاجة رفاهية، ده انا بشتري حاجة بتنقذ حياتي، انا كمريض سكر مهدد يعني مضاعفات كتيرة جدا، انا عينيا باظت بسبب السكر، اعصابي الطرفية باظت بسبب السكر، جالي ارتجاع مريء بسبب السكر، اورام بتسيب الجسم بسبب السكر، في ناس رجليها والعياذ بالله بتتقطع بسبب السكر، الغيبوبات، الكوما، مشاكله كتيرة جدا. مرض السكر ده بيسموه بره القاتل الصامت، مش هنا يقعد يقول لك صاحبه ماشي اتفقنا ممكن النوع التاني من المرضى، لكن ما نجيش لحد مريض سكر من النوع الاول وتقول له صاحب المرض ده، لانه ساعتها يعني هيتنرفز عليك يعني. انا لما حد بيقول لي الكلمة دي بهب فيه بصراحة، لان هو ملوش صاحب السكر ده. فأتمنى إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين في الدولة ويتم توفير المضخات دي للمرضى السكر جميعا يعني، وألف سلامة للجميع. أشكركم جدا.